القمر المنيفي، ظهر القمر المنيفي، الشيخ سعد المنيفي، بدر سعد المنيفي الصوفي، والشيخ البطاطة علي الحسين اليمني، ظهروا جنود الله في الأرض، وحبيب أبو يعقوب الرفاعي، إنه محب للسيد وعاصره، ونريد منه كلمة في حق جنود الله. إنه من غامبيا، حط يدك فيه عشان لا، هذا رجل صالح كبير. تفضل أيها المبجل وتقدم يا مليفي. إنه يرسل إلي SMS وأرسل له SMS. الله، وأين الشيخ البطاط؟ البطاط الجو يعرف عبد الرحمن الهديم. إيه ما شاء الله سيدي. أنا يدا بيد إلى الجنة، إنها من الجنة، أرض الجنة هي أرض أبو يعقوب. يا رب الفاتحة. يا أبو يعقوب اشهد إنه ظهر، ظهر بان عليه الأمان المنيفي. ظهر أخيرا يا أبا يعقوب. إنه المنيفي العم بدر السعد المنيفي، رئيس الجمعية الكويتية الإنسانية، مع السيد عبد الرحمن علي عبد العزيز الهديب، مدير مبرة الكويت الخيرية. إي والله إعلامي، ولست انتخابي، إعلامي صوفي. الشيخ البطاط من وجهاء اليمن. اليمن كان الوالد يقول الحكمة يمانية. يا رب. وأبطال ساندوا حماس والقضية والجهاد والقضية الفلسطينية. يا رب اللهم انصرهم وأيدهم. يا سيد شوكت، ماذا تقول في هذا الجمع المبارك؟ كلمة ودعاء منك، لأنك توه جاي من حملة تبليغية. النبي صلى الله عليه وسلم، جددوا إيمانكم. أيوة. وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. آمين. لا إله إلا الله. ما شاء الله، شوفوا إخوانا على سرر متقابلين. والله قلت لعبد الرحمن حصلت، لكن بذاك اليوم أنا وياك. شيخ الغامبيا، شيخ الغامبيا تعال، لأنك من بريطانيا، كنت في بريطانيا. إي والله. يا شيخ البطاط، انت من تشيل، مدينة تشيل شيفل، هو عنده جمعية في بريطانيا. You from Sheffield? Where are you from? Oh, I'm from Sheffield, very well. From where? From where? I'm from London. Where about? East London. East London. Yes, I know Sheffield. I always come to Sheffield. Really? I come to the Gambian community in Sheffield, always. You know? I was in Sheffield 1 month ago, one Gambian passed away. Really? Yes. Where about in Sheffield, exactly? Well, I could tell you that, you do know. Do you know exact, what you call exact place well, there? I can't tell you, but Sheffield, Leeds, Huddersfield, it's full of Gambians. MashaAllah. Yes. Yeah, I know. My brother is one of the imam in Gambian community, imam in Leeds. Gambian. Yeah. In Leeds, and then, you know, الله 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 الله. Where is go? You have a center or mosque? Of course, we have a center in East London. In East London, MashaAllah. Yes, it's more. Yes. Gambian. It is Gambian center. Gambian center. Do you know Sheikh, what is his name? I forget his name. Sheikh Abdullah. He's from Gambia. He used to go to Gambia to give some what you call, and to help Gambian people there. Yeah, of course. I know Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah. I know Sheikh Abdullah. Yes. انت شنو قدمتوا للقضية الفلسطينية؟ القدس ينتظركم يا مسلمين، ما تتحركون. ما شاء الله، خلينا نشوف. احنا درسنا في الثمانين في مدينة نوريتش. نوريتش لا ذهبت. عيدوها. نوريتش أين عنكم نوريتش؟ نوريتش عرفت نوريتش. إحنا درسنا في نوريتش بالثمانين. نوريتش. كان بقى فيها عبد الرزاق وعبد الوهاب الإنجليزي. أيوة عرفت نوريتش. مدينة نوريتش. وين؟ Last Friday. ما اسم المسجد؟ اسم المسجد اسم مسجد بلال. بلال بن رباح. وأنت بلال. ها؟ وأنت بلال. وأنا بلال. وهو صهيب. أيوة. وهذا الرفاعي. مبروك. وهذا المنافي الشيخ، وهذا الدملخي، وانا علي الهويجري. وانا منو؟ انا خوالد الدرويش الرفاعي السيد.